السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من موسم راس العين الشاوية إقليم سطات لشربة ديال الحساسنة شربة ديال الحساسنة كيف كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في يعني أول شربة في هذا اليوم الاختتامي ديال المهرجان ديال راس العين الشاوية انطلاق هذا المهرجان ديال تبوريدا لراس العين اليوم الختامي اليوم الاخير كانت اول يعني شربه ديال الحساسنا اقليم برشيد كيف كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر هذه هي الاجواء من القلب المحرك موسم راس العين للتبوريده تشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر يعني من راس العين الشاوية اقليم سطات يعني في اليوم الاختتامي لهذا المهرجان. نستأنف عروض التبوريده مع راقد الاولى من طبقات البارود مع صربة المقدم السي صالح الطرباوي اللي كاينوا بعده محسن المهدي ممثل جماعة الغزازرة بعمالة أسطنف حفظ الله نقدمه على بركاته شوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من راس العين اقليم الشاوية هذه الشربة الثانية في اطار هذا المهرجان يعني في الحفل الختامي للمهرجان يعني تبوريدة براس العين اجواء احتفالية رائعة متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناة شوف تي في متابعينا مشاهدينا الاوفياء من خلال البث المباشر من جماعة راس العين مهرجان لتبوريدة يعني في مستوى يعني التطلعات ديال مستوى التطلعات من ناحية إذا الآن غادي نمشيو رقم ثلاثة من السلسلة الأولى من طلقات البارود بمهرجان راس العين الشاوية مع الحاج أحمد رابيط ممثل العونات ولاد فكار حاج أحمد رابيط حفظ الله نقدمه على بركة الله شوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناة شوف تي في من خلال هذا الاستئناف يعني هذه الشربة الثالثة في هذا اليوم الختامي لمهرجان راس العين لتبوريدة مهرجان اللي يعني ناجح من حيث التنظيم من حيث الفرق الخيالة المشاركة Thank you.
شوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر، هذه الشوربه الثالثه من شوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في، يعني اجواء احتفاليه رائعه من محرك اذا غادي نوجه واحد الرساله شويه للقادين اللي عندهم الميكرو كاس اللي كيخدموا بالميكرو، الله يرحم بها الوالدين، ما تخدم الميكرو حتى تبغي تطلع وملي تسالي طفيه. هذه رسالة شبيه القادم اللي كيخدموا بالميكرو، ما تخدموا حتى توصل الخير وتبغي تطلع وملي تسالي في راس المحرك تطلق القرصة ديالك في الميكرو. إذا الآن غادي نمشيو عند ممثل بهذا ولا سيدي عبد الله ممثل قيادات وجماعات راس العين بعملة ستات مع شربة القدم سي عز الدين خومن. سي عز الدين خومن الحافظ الله المقدم على بركة الله. تبارك الله مهرجان ديال راس العين التبوريده، مجموعه الفرق المشاركه كتشوفوا يعني مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال جماعه راس العين اقليم صفاقس. الآن غادي نمشيو للرقم 5 مع ممثل عملة برشيد من السوالم الطريفية ومع شربة القدم سياسين بليح على بركة الله المقدم والحمد لله. البث المباشر من عندي واحد الملتمس اخوان ديال لجنة المنظمة، واحد الاخ غادي يكون حدانا الله يجازيك اخوان ديال لجنة المنظمة، واحد الخمسة الافراد يجوا حدانا. شوف
نرحبوا مجددا متابعينا ومشاهدينا تشوف تيفي من خلال هذا البث المباشر. اجواء احتفاليه رائعه لعشاق تبوريده الفروسيه هنا بمهرجان ديال راس العين التبوريده. اليوم الاختتام ديال هذا المهرجان اللي كيتقام هنا بجماعه راس العين الشاويه. إذن الآن غادي نوصلنا للممر رقم 6 في السيرة الأولى من طلقات البارود مع صرف القدم السي مصطفى الهواشمة ممثل الجالية المغربية بالخارج من القرينطات أولى شمال هذه عملة أسطر سي مصطفى الهواشمة على بركة الله نقدم حافظ الله المغربية المغربية الهواشمة. قبل بالمناسبة يعني كنجدوا التحية ديالنا لجميع مغاربة العالم جميع المغاربة اللي داخل المغرب وخارج أرض المغرب على التواصل ديالهم والتفاعل ديالهم. كيف كتشوفوا يعني مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تيفي خلال هذا البث المباشر. كيف كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناة شوف تيفي من خلال المباشر من مهرجان راس العين الشاوية لصربة ديال مغاربة العالم الناس ديال المهجر اللي كنشكركم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناة شوف تيفي من خلال البث المباشر من مهرجان راس العين التبوريدة اللي صراحة يعني مهرجان في مستوى التنظيم نشكركم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناة شوف تيفي والى اللقاء في بث مباشر اخر.